يقول: هل هذا حديث صحيح، العين حق والسحر حق، وما حكم من قال أن من صدق السحر فقد كفر؟ العين حق، هذا حديث صحيح، الإصابة بالعين حين الحاسد هذا حديث صحيح، وعليك أنك تستعيذ بالله من شر الحاسد، ومن تستعمل الورد صباحا ومساء، لأن هذه وقاية من عين الحاسد. وأما السحر فهو حقيقة، له حقيقة، فالتصديق بوقوعه ووجوده صحيح، صدق، إنما ينفيه المبتدعة المعتزلة وغيرهم، يقولون ما له حقيقة. أما أهل السنة فيقولون السحر له حقيقة، وهو مرض من الأمراض وعمل شيطاني موجود يقتل ويمرض بإذن الله، ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، له حقيقة هو موجود، تصديق بوجوده هذا لا حرج فيه. وأما من صدق الساحر، ما هو بصدق بالسحر، صدق الساحر فيما يقول، والكاهن والمنجم، هذا هو الذي لا يجوز تصديقهم لأنهم كذبة، لا يجوز تصديق الساحر والمنجم والكاهن والعراف، لا يجوز تصديقهم. نعم.